قول لي انت بقى وطمني عليك، الامور انا في الحمد غزل لله المحله كويسه؟ كله زي الفل. طبعا الحمد لله، نادي غزل المحله فريق كبير ونادي محترم، والناس اللي موجوده كلها كمان ناس محترمه جدا، فاعتقد ان ده بالنسبه لي حاجه مريحه انك تتعامل مع ناس كويسين او ناس محترمه وبيقدروك، فده في المقام الاول. يعني كابتن محمد عوده كمان المدير الفني من الناس المحترمه جدا من الناحيه الاخلاقيه قبل الرياضيه والتدريب، فالحمد لله الواحد محظوظ ان هو بيبقى موجود مع ناس تبقى انت مرتاح نفسيا وانت بتتعامل معاهم. وتقدر يعني كابتن عودة من المدربين بالظبط بيعرفوا يقدروا اللاعبين جدا الكبار جدا يعني. جدا، يعني دي ميزه كبيره او رقم واحد في الميزه عنده، ان هو بيقدر يتعامل مع اللعيبه الكبيره. يعني عايز اقول لك حاجه، ان كابتن عوده مثلا ما بيقولش اسمي غير لما يقول الكابتن. يعني فانا طبعا انا يعني انا زعلان، انا عايز انا من دور عادي. اولاده او اخو الصغير، بس هو طبعا بيقدر الناس الكبيره او اللعيبه الكبيره، فدي حاجه بحترمها فيه جدا، وهو راجل على المستوى الاخلاقي والشخصي حاجه ما حصلتش. يعني بداية غزل المحلة بداية معقولة جدا الموسم ده، يعني حتى لو النتائج في بعض الأوقات كان مش أحسن حاجة، بس النتائج السنة دي كويسة ما وفي أداء كويس. اقول لك ليه يا اسامه، انت كل بدايه موسم انت المعطيات اللي بتبقى عندك بتبين لك انت رايح فين. صح، هما البدايه الموسم ده نهوا الموسم اللي فات، يعني لحد ما النهايه ما كانتش كويسه او قعدوا في الدوري، هم ابتدوا الموسم ده بدايه غير اللي هم بدأوها خالص. صح بدأوا يدعموا بلعيبه في ليفل اعلى شويه، صح في مستوى اعلى شويه، في صح خبرات زياده في الدوري الممتاز. هم كان عندهم مشاكل السنه اللي فاتت ان الفريق كان معظمه كله ممتاز ب والدرجه الثانيه، فمفيش عندهم خبرات الدوري الممتاز، هم لعبوا على النقطه دي. فانت لما بتعمل المعطيات بتاعتك بشكل كويس بتقدر تلاقي في النتائج، فهو ده اللي حصل السنه دي. الحمد لله احنا في المركز الرابع او الخامس دلوقتي ب9 نقاط، منهم احنا ما خسرناش مباراه غير مباراه النادي الاهلي وبسيناريو اللي الناس كلها شافته، فاعتقد ان احنا بادئين بشكل كويس والنتائج كويسه والناس كمان راضيه عن الاداء وشكل الفرقه، فدي حاجه تحسب للناس الموجوده كلها.